مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال. مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال. النهاردة يوم جديد في انطلاق برنامجي وبرنامجكم وأولى حلقاته برنامج أوقات مع الناس. وطبعا برنامجنا النهاردة بيلقي الضوء وبيسلطه على الشخصيات الوطنية الجميلة العشيقة لتراب مصر، المحبة لبلدها، اللي هي بتدعم مؤسسات الدولة طبعا، ومع قرار رئيس الوزراء لدعم العمالة الغير منتظمة من أثناء فترة كورونا. معانا النهاردة نموذج مشرف قوي، طبعا دعم الناس الغلابة البسيطة بالنسبة للشيخ زايد عندنا. طبعا أنا المبادرة بتاعتي مبادرة أصدقاء الوطن عطاء كان حلم كبير قوي بالنسبة لي إن المبادرة دي تعم أنحاء الجمهورية، والحمد لله الحمد لله برعاية المستشار إسماعيل الأنصاري وطبعا تحت إشراف دكتور مختار القاضي، الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وأصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع. طبعا إحنا قد إيه حسينا الناس إنها تحس بالناس البسيطة اللي زيها، كل حاجة على الدولة، كل حاجة على الدولة بجد. إحنا عندنا حكومة حلوة قوي قوي، عندنا رئيس بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يخليهولنا بطل بطل بشتى المقاييس. طول ما هو رئيسنا إحنا في أمان، وعندنا جيش وشرطة الحمد لله طبعا، وحكومة جميلة جدا. فإحنا قلنا نساعد على قد ما نقدر، نزلنا للناس البسيطة اللي هي طبعا يعني مأجرة محلات. يا جماعة هتقدروا تواصلوا مع الناس اللي هي الغلابة عشان خاطر إن إحنا مع بعضينا، إحنا لا تبع جمعية ولا تبع مؤسسة، وياريت كل واحد يتواصل معنا سواء من رجال الأعمال أو الناس البسيطة، النموذج الجميل اللي جاي معايا دوت، ها إني هو يساعد أو يساعدوا كلهم اللي يقدروا عليه ويوصلوا الحاجة منهم للناس. إحنا أداة وصل طبعا، من ضمن طبعا أفراد عائلة مبادرة أصدقاء الوطن عطاء الشخص الجميل المحب لبلده أستاذ أيمن طبعا عويسي، وهو هيكلمنا عن المبادرة بتاعتنا وإزاي وصل لينا، وإزاي المبادرة الحمد لله فضل من ربنا لفت أنحاء الجمهورية وراحت بني سويف، وراحت طبعا كرة الصعيد أكثر فقرا، راحت طنطا طبعا، ودها في مركز طنطا سامح بيه طبعا سليم، المصرية للنقل ورحلات والتوريد. ناس كتير ساهمت معانا يعني أنا مش عايزة أنسى طبعا حد منهم، ومنهم طبعا الحاج عبد الله عبد الحكم اللي هو أبو غالب ورمز أبو غالب، اللي كان فعلا بيدعم الأسر المعيلة والسيدات الأرامل المطلقات، ومنهم طبعا محمد عبد الغفار، ومنهم الشخصيه الجميله اللي هتعرف نفسها طبعا للساده المشاهدين. عرف نفسك بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا سلامي لجيشنا العظيم ولفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومتنا المحترمه ورئيس جهاز 6 اكتوبر الجديد المهندس عادل النجار المحترم، هو وكل أعضائه المحترمين، والمهندس ماهر رئيس الحي في منطقة 800 فدان بأكتوبر الجديد. فحضرتك احنا نتكلم على المبادرات. أنا عملنا من قبل فترة كورونا والفضل لله وبمساعدة آخرين معانا إن احنا ما نغليش في الأسعار، وإن احنا أي حد محتاج على قدر استطاعتنا نوصل له حاجته لحد البيت، ارامل، معاقين، ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يعني على قد امكانياتنا اللي ربنا بيقدرنا عليه احنا بنوصله. وربنا اكرمنا ولله الحمد تعالى ناجحين في عملنا وبما يرضي الله ورسوله، وربنا من علينا وخدنا محل في اكتوبر الجديده في المساكن اللي هي من ضمن المليون وحدة سكنية بتاعت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا ان شاء الله تحت القيادات المحترمة ان احنا بنحاول نعمر ونشجع كل اللي استلم شقة في الاسكان الاجتماعي انه ما يتركهاش فاضية، وان الدنيا جميلة زي الفل، شوارع نظيفة، اساسات محترمة، اجهزة محترمة، جميع الأنشطة التجارية، المدارس، الكنائس، الجوامع، جميع الخدمات موجودة. فمبادرات احنا يعني بنحارب الغلاء، انا موضوعي ان انا بحارب الغلاء في اي مكان اروحه، لا ما بحبش الاستغلال،
بنساعد على قد ما نقدر. احنا بنعمر، مش عايزين نرجع لورا، احنا عايزين نتقدم لقدام. يعني اكتوبر الجديده والعاصمه والمناطق دي عايزه تعمر، مناطق جميله جدا ما فيهاش عشوائيات، ولا ان شاء الله يبقى فيها عشوائيات. فعايزين نطلع من الازدحام ونعمر. فانا بناشد، انا موضوع النهارده ان انا بناشد كل انسان خد دعم من الدوله وخد شقه من الدوله يتفضل يعني يشوف اكتوبر الجديده دي شكلها عامله ازاي بقياداتها المحترمه الحكيمه. طب لحظه بقى اتفضلي. من فضلك يعني لحظه من فضلك اتفضلي. احنا طبعا تعظيم سلام طبعا رئيس جهاز اكتوبر طبعاً الجديده طبعاً. نسينا ان احنا نعظم برضو ونضرب تعظيم سلام لمصطفى بيه فهمي رئيس جهاز زايد. طبعا 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 كل الناس الشخصيات الجميله اللي معانا هناك جداً. طبعا ما احنا يعني ناخد واحد يعني واحده واحده تمام. فلا موضوع الشيخ زايد انا فيه من 2000 من قبل 2015 وانا اللهم لك الحمد خدنا الخيم الرمضانيه وخدت الاولى على مستوى الجمهوريه كان المهندس جمال طلعت وهو في رئيس الجهاز ومجلس الامناء الباشمهندس مصطفى بكير، كل التحيه والتقدير والاحترام لكل مسؤولين الشيخ زايد، كل الاحترام والتقدير لهم جميعا بامانه يعني. فالحمد لله وكان على مرأى الجميع. عمر ما حد شكى مننا في غلو الاسعار ولا رضينا حد، ودايما يعني بنساعد واحنا من الطبقه الوسطى وعايزين يعني نطلع برضو من العشوائيات ومن ونساعد بعض ببعض، مش عايزين نرمي كل حاجه على الدوله وعلى الحكومه. لو كلنا ساعدنا بعضينا ببعضينا يعني والله نبقى في حاجه حلوه يعني باذن الله تعالى. انا طبعا جبت النموذج المشرف دوت عشان خاطر اعرف الناس كلها قد ايه لما يكون واحد مأجر محل او صاحب محل ان هو يحس بالغلبان اللي زيه، بالناس البسيطه اللي زيه، ازاي نتعاون. انا عندي برضو عايزه اخص بالشكر محل تبارك للطيور اللي هو طبعا لابو يوسف، ده حد جميل وتعاون معانا بالفعل طول فتره كورونا الجائحه اللي هي الماضيه دي، وان شاء الله اللي هي هتمر بسلام على طبعا شعب مصر باذن الرحمن. كانت بتتعاون هو، كان هو ومراته بيتعاونوا معانا ان بيدعموا برضو السيدات اللي هي بتغسل كلى والسيده اللي هي طبعا ملهاش عائل للاسره، انهم بيوفروا لهم كل يوم احتياجاتهم كلها من الفراخ. وطبعا الحاج ايمن كان بيوفر الفاكهه، يعني حتى بيطلع من كل يوم لل 20 سيده 20 سيده بالتبادل اسبوعيا، انه كان بيوفر ليهم نوع من كل نوع كيلو من اي فاكهه حتى التفاح. يعني يعني مشكور بجد، يعني حاجه جميله قوي، وانا فرحانه والله بالمبادره دي جدا. ولما الاقي ان الناس كلها كل سيده نايمه امنه وعارفه ان هي اساسا في ايد امينه بالناس محترمه زي الناس المحترمين دول اللي هم فعلا تبنوا الفكره بتاعتي، انا بشكركم طبعا كلكم، بشكر محلات تبارك وبشكر طبعا سوبر ماركت اولاد القاضي جدا وفكهاني الحرم، لان الناس دي كلها تعاونت معايا في الشيخ زايد، مش في الشيخ زايد بس، كانوا فعلا بيدعموني طبعا بعض رجال الاعمال اصدقائي ان احنا نروح بني سويف، وكانوا بسم الله ما شاء الله. احنا ما بنعرضش ماده ولا بنعرض حاجه احنا بنوزعها، لا الناس دي كانت بتيجي مندوب من عندهم. وانا هعرض فيديو دلوقتي ان احنا بنتحرك من ميدان الرمايه لطبعا بني سويف، الحمد لله انا قلت لهم مندوب يطلع من الشركه عشان خاطر هو اللي يسلم حاجتكم بنفسكم، انا ماليش دعوه. يعني انا بسال كمان الحاج ايمن، انت تواصلت معانا ازاي المبادره؟ دايما حضرتك اهل الخير بيلتقوا ببعض بدون مواعيد وبدون يعني هي دي صدف. تمام. ف يعني سمعت عن حضراتكم جميعا في الشيخ زايد ان في تكافل وفي مساعدات للمحتاجين، وحضراتكم مرتوا على المحلات بتاعتنا، فكانت هي دي الصدفه من سنوات عديده، واللهم لك الحمد يعني احنا ما بنغيرش. الحمد لله. انا في الشيخ زايد تحت اسم خضروات وفواكه اولاد عويس، اللهم لك الحمد بشهاده الجميع وبشهاده القيادات الحكيمه بتاعه الشيخ زايد يشهدون يعني بذلك. فانا انا ما بسميش اعداد والخلاف ده كله اللي يعني الاسعار، يعني انا اكسب بما يرضي الله، ابيع انا ممكن النهارده ما اوديش لحد، بس انا يعني في 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 العامه يا استاذه استاذه عبير ان انا اكون رحيم في البيع والشراء. وفي امثال كثيره مني يعني انا يمكن الاواخر، في ناس يعني احسن مني
يعني ما حدش يعرفها بتعمل خير كتير جدا في العمل، الاتقان في العمل، هو يعني بما يرضي الله ورسوله ونعم بالله. فبيوتهم عمرانه، صحتهم جيده، اولادهم ربنا يبارك لهم فيها الحمد لله. يعني الاستغلال والاستحقار مش يعني مش محبوب. ده بالنسبه لموضوعنا في الشيخ زايد. ننتقل برضو في طيب قبل ما ننتقل نعرض فيديو كده للمبادره بتاعتنا الناجحه ديت، وتعظيم سلام طبعا لكل الجنود والابطال اللي كانوا ورا النجاح العظيم ده. اتفضلي. حماده باظ، حماده مش عارف يظبط، حماده بقى طبعا احنا في 800 فدان في بالتحديد منطقه دان، بنحتفل بافتتاح اسواق طبعا الرحمه اللي صاحبها من ضمن اصدقاء مبادره اصدقاء الوطن للعطاء، اللي قام معانا بكل الواجب لدعم العماله الغير منتظمه سواء هنا او في بني سويف او في طبعا قرى الصعيد الاكثر فقرا. واحنا النهارده معاه في مبادره جميله جدا عاملها، وعاملها هنا بالذات في 800 فدان، تشجيعا لكل لجذب كل الناس اللي هي قاعده في المساكن وتحت في وسط البلد انهم ييجوا يتشجعوا ويقعدوا في المدن الجديده. وهو بقى يعني يقول لنا على عروضه ويعرفنا بقى اكتر عن نفسه. اتفضل. يا مرحبا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا. احنا هنا في اكتوبر الجديده منطقه 800 فدان اسكان الشباب تبع سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا بنقوم بالمبادره من اول الناس اللي بتفتح في المحلات، وبنشجع كل السكان ان هي دي تسكن وباسعار زي اي مكان، ما عندناش استغلال، احنا يعني عايزين نخف العشوائيات والناس هي تقعد في المدن الجديده. والصوره يعني حضرتك هاتي اسعارنا، جوده البضاعه، ممكن حضرتك تفضلوا معانا كده نفس الجوله في المحل. تفضلوا. احنا شايفين ان كيلو الليمون ب 20 جنيه. في 15 جنيه. في 15 تمام. في عندنا جزر 4 جنيه. كيف؟ خيار كوسه 5 جنيه. كلمني عن العروض بتاعتك اللي انت عاملها في الشيخ زايد. انا عامل عروض. كلمني عروضك هنا هتبقى ايه؟ الشيخ زايد احنا من لينا طبعا مبادرات كتير. يعني هي ديت احنا ما بنغيرش. يعني مبدأنا ما بيتغيرش. ما بنحبش الاستغلال. بنحس بالناس، احنا من الناس الفقيره. استاذ اللي عايز الموز ما بنستغلش حد في الاسعار. 35 ما شاء الله البتنجان ب 4 جنيه. شايفه بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب اللهم بارك وزيد. بطاطس حمير 4 كيلو ب 10 جنيه. طيب حلو قوي الركن دوت. حلو. 4 كيلو بطاطس ب 10 جنيه. حلو قوي ما شاء الله. موز بلدي 10 جنيه. تمام. أرخص من سوق الجملة. أكيد طبعا. وتسلك من أجود أنواع الطماطم 2 جنيه ونص. ما حاجة جميلة. كلمني بقى على أسعار اللحوم عندك. أسعار اللحوم عندي ب 120 جنيه عجول بقري. عجول بقري ما شاء الله. عجول بقري زي ما حضرتك شايفها. ما شاء الله. ده اللحوم البقري زي ما حضرتك شايفها كده 120 جنيه. تمام. الكبدة بقى ده لازم نعرف، احنا جينا هنا لازم نعرف الأسعار كلها. الكبدة 120 جنيه. تمام. عندك ركن ايه؟ عندي ان شاء الله خلال 10 15 يوم في ركن العطاره. كويس. في عطاره. كده بقى كل الناس هتمشي من الاماكن اللي تحت وتيجي عند احنا بنشجع احنا بنشجع نتمنى ان كل اللي بيستلم شقه يجي يستلم ويعمر. احنا عايزين نعمر في المناطق الجديده ولا للعشوائيات. ده هدفنا. ولا للاستغلال برضه رغم ده الاساس يعني بتاعنا. ده حضرتك برتقان بلدي. برتقان بلدي برضه. عصير 3 كيلو ب 10 جنيه. عندنا صوفندي ماركت ب 5 جنيه بلدي ما شاء الله. بلدي بدمه ب 5 جنيه. اسعار زي ما حضرتك شايفها كل حاجه عليها تسعيرتها. ده صوفندي صيني درجه اولى 5 جنيه. تمام. برتقان بصره 6 جنيه ما شاء الله. طيب مين بقى يحب ناخد كده كلمه منه يبارك ل الف مبروك حاج عبد العم طبعا حاج عبد العم قدوه لينا برضه الله يخليك. تحب تقول ايه بقى للحاج ايمن النهارده؟ الحاج ايمن من الناس اللي اسست المدينه، اللي ساهم في المدينه، بيشجع الناس السكان
وانتم برضه نفسكم معانا بحس السكان يعني تدوا امان للسكان. من هنا بقول للسكان الدنيا امان والدنيا حلوه وكل شيء متكامل. يعني هنا في بسم الله ما شاء الله السوبر ماركت، المغسله، نور فاكهه، كل شيء موجود. هي طبعا امان برئيسنا الجميل الرئيس الهمام البطل الجسور عبد الفتاح السيسي. طبعا امان مصر كلها بامان طول ما هو موجود ورئيس معانا. احنا كلنا في امان، كلنا ورا سعاده الرئيس. تحيا مصر، تحيا مصر، مبروك ابو وليد. تحيا مصر. حاج جمال قدوره بقى تحب تقول ايه لابو وليد؟ ربنا يبارك من المؤسسين، المؤسسين لها فتحة خير عليها والمشجعين خير عليه وربنا يكرمه ان شاء الله. راجل يستاهل كل الخير وراجل يعني حاج جمال قدوره مثال مثل اعلى لينا كلنا. يعتبر اول واحد فتح في قطاع دال وبتاع ال 800 فدان. انا اعتبر ربنا انا في قطاع دال الحاج جمال قدوره اول من فتح في ال 800 فدان محلات الحاج جمال قدوره. يلا بقى عليك يلا الرحله في سنتر الف في اكتوبر وراجل معروف باخلاقه. طب نيجي بقى كرمه مش عدى مع بعض. نيجي للضيوف الجميله طبعا اللي جايه تجامل استاذ ايمن. هنبدا باستاذ شريف. استاذ مصطفى، تحب تقول ايه لاستاذ ايمن يوم الافتتاح بتاعه؟ نسال الله ربنا يوفقه وربنا يجعلها فاتحه خير عليه. الحاج ايمن من الناس المحترمين، من الناس اللي هي بتراعي الانسان الفقير اللي هو عايز ياخد حاجه كويسه ونسبه ربح خالد فرغل بحيث ان ربنا يكرمه ويبيع اكتر. مش عارف اعمل كده النهارده في الافتتاح بتاعه. شرف لينا وشكرا جزيلا لقربتنا بقى من الحدث. شاكرين جدا ربنا يوفقه الخير يا رب. شكرا. السلام عليكم. عرف نفسك بقى وكلمة. كل سنة وانتم طيبين. اولا معاكم خالد فرغل سوق الجمله في 6 اكتوبر. بنبارك للحاج ايمن عويس وبنقول له الف بركه على الافتتاح الطيب وربنا يا رب يجعل اموره يسرا دائما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنهني ونبارك الحاج ايمن عويس وبنقول له بالتوفيق وربنا الموفق ان شاء الله. الفنان حسن الصغر طبعا الاعلام مسبيرو صباح الخير يا مصر طبعا. واحنا كلنا بنرحب بالحاج ايمن عويس الراجل الجميل اللي صحبته كلها جايه من اخر الدنيا عشان يبدلوا شعوره ويقفوا معاه بكل حب بكل حب. وبنشكر طبعا الاعلاميه الكبيره طبعا عبير هاني منها جمعت الحفل. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع تكمله مبادره اصدقاء الوطن للعطاء. وطبعا قبل ما انا بوجه طبعا تهنئه لاستاذ ايمن على افتتاح المحل الجميل بتاعه الجديد. وربنا سبحانه وتعالى زي ما بيدي الخير ربنا بيأتي بالخير. وبنبارك لك كلنا على طبعا الافتتاح الجميل دوت. وبنبارك لك مش على الافتتاح كمان، بنبارك لأهالي اكتوبر الجديدة بحد جميل زيك وان شاء الله نتواصل معهم بالخير. وبرضو مبادرتنا مع اكتوبر الجديدة قائمة ومستمرة. نعرض بقى طبعا حاجات واحنا رايحين بني سويف، فيا ريت نشوفها مع بعضينا. معانا على الشاشه دي طبعا واحنا ماشيين رايحين كنا في ميدان الرمايه مع اصدقاء الوطن للعطاء كلنا بسم الله ما شاء الله. طبعا بصرف النظر عن الاحزاب او اي شيء والجريده طبعا اللي كتبت عننا الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بصرف النظر احنا مش احزاب، كلنا بنتنافس حزب وفد، حزب مستقبل وطن، حزب مثلا يعني مصر القومي. كلنا لازم نتنافس في حب مصر، نتنافس في حاجتنا مع بعض نقضيها ازاي، نتنافس باني نخلي جارنا مش محوج لحد. يعني انا لو عندي حاجه هميل على جاري واقول له اتفضل. انا من خلال طبعا شاشه تلفزيوننا بقناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال بوجه رسالة لكل الناس. لو يا جماعة والله كل سوبر ماركت، كل محل خضار، كل محل دواجن، كل محل طبعا لحوم اتواصل مع الناس للناس مباشرة منه ليه وشاف الحالات اللي موجودة في الحي بتاعه على مستوى الأحياء، صدقوني بجد بجد أنا بحلم بالحلم دوت. وإن شاء الله إن شاء الله زي ما حلمي لف الدنيا كلها بإذن الرحمن الحلم ده هو يعم أنحاء جمهورية مصر العربية كلها. ونرجع تاني ونسأل ومش هنسيبه بقى من السؤال النهاردة. نرجع لك مش هنسيبك. طبعا قدمت نفسك للناس
عرفت نفسك للناس كويس قوي تمام، عرفتهم انت بتعمل ايه. احنا عايزين نعرف الناس انت بتتواصل مع الناس ازاي، بتدي لهم الحاجات ازاي تمام، بيقولك او انت بتروح لهم. ف اسئله كتيره صح حضرتك. بالنسبه يعني لموضوع العطاء او الناس يعني اللي هيدور هيلاقي كتير، يعني هو مش محتاج حد يدور، هو يعني عندنا عندنا ناس كتيره ظروفها الماديه تعبانه جدا، ظروفها الصحيه تعبانه جدا، فهم ممكن يكون ابن عمي ابن خالي جاري شغال معايا ايا كان، فهو متواجد في كل مكان. فالموضوع ان الانسان مش عايز حد يزقه ويقول له انت مثلا اعمل كذا او ودي كذا او اعمل كذا، الانسان منه لنفسه. لو كل واحد برافو احنا يعني انا النهارده بدل اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، مش يعني يعني انا مش لازم اقول فلان وفلان وفلان، يعني هي حاجات بتتعمل مروءه من الانسان من الشخص نفسه. انا بعرف بيجي حد يقول لي في حد وصلت جميل. المجموعه اللي احنا بنوصلها لك بالتليفون ونقول لك روح لهم بيوتهم وتواصل معاهم، بتوصل لهم حاجتهم ازاي. الناس انت يعني بتدور وراهم بتروح لهم بيوتهم اللي احنا وهم مبسوطين منك جدا عايزين تمام، واروح بتكلم مع الناس تمام، واروح بنفسي ناخد اللي ربنا مقسمه باخده واديه، وبتكلم مع الناس فيه كتير في تمام. اي مكان يعني الشيخ زايد الناس واخد عنها فكره ان هي كلها قصور فعلا وفلل، لا في ناس في عماله كتير قوي وفي بوابين في ناس ظروفها تعبانه تمام يعني تستحق المساعده بجد، وناس محترمه، واحنا كلنا في يعني في عون بعضينا. الموضوع كله كلنا يعني ايه كل واحد يعني مش عايز حد يزقه على عمل الخير. طيب وقتنا الجميل على وشك الانتهاء، وانا من مكاني هنا احب اوجه شكر لاحمد بيه ابراهيم نائب رئيس الجهاز، واوجه شكر لطبعا صلاح بيه الورداني، وبوجه شكر لطبعا هم ما شاء الله يعني ناس محترمه جدا جدا جدا. نائب رئيس الجهاز عاصم بيه، وبوجه طبعا لاسماعيل بيه تحيه، وبوجه لطبعا الامن كله تحيه من هنا، لان فعلا جهاز زايد جهاز محترم قوي قوي قوي، ماشي باداره وماشي بحكمه جميله قوي قوي تحت قياده مهندس جميل قوي مصطفى بيه فهمي. وطبعا بوجه شكر قوي قوي لعمرو بيه حافظ اللي هو طبعا ماسك المنطقه كلها، ماسك طبعا منطقه كلها الوقت اكتوبر وزايد ده للشرطه. وقبل ما نختم برنامجنا هنقول كلمه حلوه قوي قوي قوي، احنا بنحبك يا مصر، بنعشق ترابك يا مصر، بنحبك يا ريس قوي قوي قوي، معاك يا ريس. وتعظيم سلام للشرطه وللشعب وللجيش والرئيس، ونقول انتهت اوقاتنا الجميله وان شاء الله ما تنتهيش ابدا، ونرجو ان يكون البرنامج الجميل حاز اعجابكم. برنامجنا مش هيقتصر على كده، هيقتصر على المراه، هيقتصر على اوقاتنا الجميله في البيوت، اوقاتنا الجميله في الشوارع، اوقاتنا الجميله مع بعضينا. فانا بجد سعيده قوي بالبرنامج الجميل ده هو، وسعيده بمبادرتي. وانا يمكن هطرح بس هلقي الضوء شويه على اصدقاء المبادره، طبعا على اصدقاء الوطن العطاء، على أساس أن الناس كلها فعلا تعمل زيهم. وتحية طبعا المستشار إسماعيل الأنصاري، تحية كبيرة قوي للدكتور مختار القاضي، وتحية كبيرة قوي للناس الجميلة طبعا وأصدقاء عيلة العيلة الكبيرة اللي احنا منها، اللي فعلا تعلمنا منها إزاي العطاء، إزاي الرخاء، إزاي الإنسانية، إزاي العطف. طبعا تبع منظمة طبعا إسماعيل بيه الأنصاري اللي هو بيعلمنا كل يوم حاجات جديدة وحاجات جميلة. وعايزين بقى في الختام نقول إيه؟ أنا كلمة أخيرة اتفضل للسيدة المحترم المهندس عادل النجار، كان لي عند حضرتك شكوى ورحت الرجل مشكورا فتح لنا مكتبه ولبى طلباتنا اللي هي طلباتنا من حق أي حد، لا للعشوائيات، لا للعشوائيات في اكتوبر الجديدة، لا للعشوائيات في كل مصر الجديدة ممنوع. فالرجل مشكورا، كل التحية والتقدير لشخصه المحترم ولكل العاملين في جهاز اكتوبر الجديد على المساعدة. ويا رب دائما دائما نكون يعني يكون عند حسن احنا ظننا بيه دائما كده يا رب،
عايزين اكتوبر دي يعني حاجه جميله ممنوع فيها العشوائيات، ممنوع فيها. قبل ما نختم حلقتنا الجميله نسينا نتوجه بالشكر لشريف بيه طبعا مدير اداره زراعه زايد، وشكرا وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.